يوم الأربعاء اللي جاي الموافق 5 أكتوبر هتكون بداية الدورة 27 لمهرجان اسكندرية السينمائي الدولي، هيشارك فيها 78 فيلم من 35 دولة عربية وأجنبية في المسابقات الخمسة للمهرجان. هيكون ضيفنا النهاردة مشرفنا الناقد الكبير أستاذ نادر عدلي رئيس مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي. صباح الخير أستاذ نادر. يعني صباح الخير يا حضرتك. خلينا نبتدي بقى طبعا بحديث الساعة، إيه هي المشاكل اللي اتعرض لها المهرجان السنه دي؟ ما هو كل سنه لازم في مشاكل. طبعا بعد الثوره، اول دوره بعد ثوره 25 يناير والغاء دوره مهرجان القاهره السينمائي، اكيد حصلت لكم مشاكل، نتكلم عنها شويه. لا مش مشاكل خاصة بالمهرجان، وايه حقيقة يعني انسحاب هو وزارة الثقافة؟ يعني بعد 25 يناير جه أكتر من وزير إلى أن استقر الأمر مع الدكتور عماد أبو غازي، كان في قرار بإلغاء المهرجانات في مصر أو هذا العام تحديدا، يعني طبقا لأن الميزانيات اللي موجودة في البلد ما تحتملش ده وكده. لكن هذا الإلغاء اللي أعلنه الدكتور عماد حصل فيه تراجع بعد كده بشوية، يعني حصل إلغاء لمهرجان القاهرة فعلا ومهرجان الإسماعيلية، بقى اسكندرية لأن بتعمله جمعية خاصة هي جمعية كتاب ونقاد السينما، يعني مش الوزارة هي اللي بتعمله بشكل أساسي يعني. طب يعني نقطة انسحاب وزارة الثقافة ده لا ما ومحافظة حصلش اسكندرية انسحاب خالص، انسحاب يعني خليني أقول لك إيه، محافظة اسكندرية طيب شوف كل اللي انسحبت؟ بيحصل في مصر يقول لك ما فيش ميزانيات وفي تسيب في الوزارات وهكذا. الدولة دي لأنها من أيام الفراعنة البيروقراطية اللي فيها أوقات تكون عبقرية جدا، يعني الناس لما تتكلم تقول لك البيروقراطية وبيعطلنا وكذا، أوقات نفس البيروقراطية دي بتكون جزء من عبقرية هذا المجتمع. يعني مع الميزانية القديمة وانتقالها للميزانية الجديدة، كان في الميزانية العامة للدولة ووزارة المالية في دعم لإقامة مهرجان اسكندرية رغم قرار الإلغاء، في وصل الدعم الموازنة في الموازنة زي ما بيقال انه في ميزانية مهرجان القاهرة السينمائي طالعة في الموازنة طبيعي جدا زي كل سنة. طبيعي. لكن الدكتور عماد شاف ان في خلل في طبيعة إقامة المهرجانات في مصر، فقرر ان هو يصلح هذا الخلل بحيث ان يبقى في جهات واضحة لإقامة هذا المهرجان. يعني لما تدور على مهرجان القاهرة، مين الجهة اللي كانت بتعمله؟ مجموعة أو فريق عمل بياخد دعم مباشر من وزارة الثقافة ويعمل مهرجان، إيه الكيان اللي بيعتمد عليه هذا الفريق من العمل؟ يعني يمكن عندنا في اسكندرية جمعية كتاب ونقاد السينما هي الكيان اللي بيطلع هذا المهرجان، ما كانش للقاهرة هذا كيان واضح. الكيان. الإسماعيلية كان كيانها المركز القومي للسينما والدولة قررت إنها ما تعملش، فقال لك شوف جمعية خاصة برضو تعمل هي المهرجان. جميل. طيب خلينا ننتهي للنتيجة، عايزين نعرف الدعم اللي يعني اللي مقدم من وزارة الثقافة. حضرتك قلت ان هي ما انسحبتش، طيب هل الفلوس قلت او بنسبة قد ايه؟ وهل محافظة الاسكندرية انسحبت ولا لا؟ لا طبعا، لان مش ممكن هعمل مهرجان في محافظة اسكندرية في محافظة منسحبة من المهرجان، يعني هو في رعاية مباشرة من السيد المحافظ بيقدم لنا كل التسهيلات الممكنة لإقامة المهرجان، لكن قال انا ما عنديش فلوس. يعني الدعم المادي للمهرجان السنه دي بالنسبه لمهرجان محافظه اسكندريه صفر. كانت وزاره السياحه بتدعمنا، ورغم تصريحات الوزير اللي ماليه الدنيا ان هو عاوز يقول ان في استقرار في مصر وان في اجانب بيجوا وكذا، كان المفروض يستغل هذا الحدث. يعني وزاره السياحه مثلا دفعت لاقامه حفلات او احضار نجم من بره. طب لما يكون عندك مهرجان وكيان قائم بحد اولى تلقي علينا نظره يعني. فالوحيد اللي دعمنا وزاره الثقافه برعايه مباشره واهتمام واضح، يعني رغم ان هي اللي طلعت القرار بتاع الالغاء، لكن لما حصل التنظيم الجديد كان الحقيقه الدكتور عماد هو اساس دعم اقامه هذا المهرجان. جميل. طيب خلينا بقى ننتقل بقى للدوره 27 لمهرجان القاهره السينمائي، 78 فيلم 35 دوله 5 مسابقات. خلينا عن اهم ما يميز الدوره 27 نفنطهم بقى. 78 في 30 فيلم دول بحر ابيض متوسط،
10 منهم دخل المسابقة الرسمية بلجنة التحكيم الدولية، ومعانا 2 من نجومنا المصريين في لجنة التحكيم هذه، جمالين. وأنا سعيد بيهم جدا، لأن أولا هم على درجة من الثقافة والوعي، وأعمالهم تشهد لهم بأن هم منهم خالد الصاوي، خالد الصاوي وجهان جهان فاضل، جهان فاضل، والاثنين الحقيقة يعني أعتقد أن هم أنا شفتهم هم بيحكموا في مهرجانات بره الحقيقة على مستوى حاجة عالي تفرق. جدا. ففي 10 أفلام في المسابقة الرسمية، في 20 فيلم في الأقسام التانية، يعني في البرنامج الرسمي خارج المسابقة، وده في 5 أفلام منهم الحاوي بتاع إبراهيم البطوط، وبعد كده في بانوراما، طب بعدين في قبل ما نكمل، ايه حقيقة ان انت تجاوزت عن عرض فيلم الحاوي للعرض الجماهيري وفي السينمات، وبعد كده خدته مع ان ده ممكن يكون مخالف لقواعد المهرجان؟ هو ده كان نوع من التحدي، وده انا قلته في المؤتمر الصحفي ان انا ممكن اغير اللائحه بتاعه المهرجان، ودخل حاول المسابقه عندا في المنتج والموزع المصري، لانه خدوا كل الافلام الحديثه بما فيها افلام الثوره نفسها اللي هي 18 يوم وتحرير 2011، وباعوهم لابو ظبي، فضلوا مهرجان ابو ظبي على انه يعمل هذه الافلام في مهرجان مصر. ده في اطار ايه؟ في اطار ان هو ده تعاقد مثلا او شرط عليهم في واحد الانتاج ولا؟ منهم في انتاج، في جزء من الانتاج جاي من ابو ظبي، والتاني واضح انه خد فلوس يعني بصرف النظر بقى. بس فطبعا انا كمهرجان مصري مش هسيب ابو ظبي يكسبني عشان منتج او موزع عاوز قرشينات زياده، يعني القاعده دي لازم تتكسر يعني. بس المركز القومي للسينما قالوا لي ما ينفعش عشان اللائحه نفسها، يعني ما تقدرش تغير اللائحة النهاردة لكن ممكن تغيرها السنة الجاية، فهنغيرها فعلا وهناخد الأفلام الأفضل بعد كده، لأن احنا برضو الأفلام اللي جاية معظمها عرض في مهرجانات، يعني مش حلال على دول البحر الأبيض المتوسط وحرام علينا، يعني هو مش هيعرض في المسابقة الرسمية، هو هيعرض في مناسبة. هيعرض في البرنامج الرسمي لكن جميل. هيخش في التسابق بتاع الأفلام المصرية مع مسابقة الأفلام المصرية. مسابقة الأفلام المصرية في 150,000 جنيه مقدمة من وزارة الثقافة. مقدمة من وزير الإعلام وزير الإعلام. الأستاذ أسامة هيكل، صحيح. خلاها بدل 100,000 بقت 150، واخد بالك؟ هيبقى فيه الفيلم التاني والأهم بقى اللي هو كف القمر، لأن ده فيلم الافتتاح وفي المسابقة الرسمية، وأنت عارف أفلام خالد يوسف بطبيعتها مثيرة مثيرة للجدل، للجدل طبعا. فأعتقد إن الافتتاح هيكون مثير بدرجة كافية، فيلم فيه 10 أبطال بدون تجاوز، يتحدث عن صعيد مصر والقادمون إلى القاهرة بكل مشاكلهم، الأسرة المصرية، وينجح خالد بعد كده أن يخليها الأسرة العربية، كيف تتصدع العلاقات بينهم في الآخر، الإخوة دول ممكن في النهاية تبقى بينهم مشاكل كثيرة يعني. طب دي مسابقة الأفلام المصرية. طب المسابقة الأساسية الرسمية، بتاعتنا المتوسطية يعني، المتوسطية. طب المسابقة الرسمية بقى للمهرجان، في لا ما هي دي المسابقة هذه الرسمية، المسابقة الرسمية، في المسابقة بقى الرسمية. مسابقة الديجيتال اللي احنا بنعملها بقى أنا لنا أربع سنين عشان ما اخلطش ما بين الاثنين، هي المسابقة اللي هي الرئيسية فيها كام فيلم مصري؟ 2 ولا 1؟ واحد اللي هو كف القمر. كف القمر. الحاوي هيكون في البرنامج الرسمي خارج المسابقة، واخد بال حضرتك؟ في بعد كده 49 فيلم في مسابقة الديجيتال اللي احنا عاملين لها جوائز، يعني هو يعني القيمه محدوده 32,000 جنيه بس، لكن اعتقد ان الشباب بيهمهم لان الافلام دي برضو بتتعمل بامكانيات رخيصه جدا. الجديد في المسابقه دي ان بالاضافه للتسابق بين الافلام الروائيه القصيره والتسجيليه والتحريك، في قسم خاص فيه 12 فيلم عن الافلام اللي صورت 25 يناير سواء في ميدان التحرير او في اسكندريه امام المسجد القائد ابراهيم. هو ده كان سؤال انا كنت اساله، لانه المهرجان الدوره دي انا فهمت ان هو مهدى لشهداء 25 يناير، والندوه الرئيسيه هتكون بعنوان السينما الهام للثوره ام رد فعل لها. بس الندوه هتكون شامله ازاي السينما المصريه قدمت الثورات اللي قامت في مصر بدايه من سنه 19 ل 52 وهكذا، يعني قراءه كيف تعاملت السينما مع حركة مش عاوز أقول التمرد، مع حركة الغضب اللي حصلت أكتر من مرة سواء على النظام الملكي سواء على الإنجليز سواء على تصليح مفاهيم العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، إزاي السينما المصرية
تعاملت معها خلال هذه